طرد السفارة من العمارة، نفذ التجربة الدنماركية. أمير الظلام المشبوه والهلفود لكن حريف، أمير في الظلام مطالب مشاغب وشرب شاي بالياسمين مع شمس الزناتي وقال للفن سلام يا صاحبي. هل جت اللحظة اللي الكل توقعها بس اتمنوا انها ما تجيش؟ اللحظة اللي زعيم الفن هيعلن فيها اعتزاله وهيثبت لمحبيه انه الكاميرا خلاص ما بقتش المكان اللي يقدر يقف قدامه، وأعماله الفنية لحد هنا واتقطعت والباقي من عمري هيعيشوا في هدوء واستعلته وولاده وأحفاده. الزعيم عادل إمام قرر الاعتزال بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما. وصحيح أن الاعتزال ما جاش بإعلان رسمي، لكن لمح له أولاده محمد ورامي إمام، وده في تصريحات على هامش حفل جوائز جوي ويرز. وقال رامي ومحمد أن الزعيم اتفرغ للحياة الأسرية وبس، وبيقضي كل وقته مع الأحفاد وهو بيتمتع بصحة جيدة، وده اللي اعتبره الجمهور تأكيد على اعتزاله للفن نهائيا. والتصريحات دي جت في نفس الوقت اللي بيستلموا فيه أولاده جايزة استثنائية باسمه من السعودية، ودي أعلن عنها تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، وهي جايزة زعيم الفن العربي واللي هتتقدم لمرة واحدة بس ومش هتتكرر تاني. وخلال الحفل تعرضت له لقطات من 5 أعمال على مدار مشواره، وده وسط تسقيف حار جدا من الجمهور. وقال الزعيم في كلمة مسجلة منه للحضور اتعرضت خلال الحفلة: ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة وأنا بحبكم كتير جدا. واستلم الجايزة أولاده محمد ورامي. وقال محمد إمام في كلمته: بنشكر الشعب السعودي وحبكم لينا وللفن المصري، الفن المصري حاجة كبيرة ومهمة ومؤثرة، وأحيي الشعب الفلسطيني البطل، انتوا في القلب وعمرنا ما هننساكم. وآخر ظهور فني للزعيم كان من حوالي 4 سنين، وده بعد تقديم مسلسل فالنتينو واللي اختفى بعده عن الساحة الفنية تماما، وده وسط إشاعات كتير عن حالته الصحية وعن صعوبة تقديم أعمال جديدة. وكان في 2022 أثار الإعلامي محمد الباز الجدل عن حالة الزعيم الصحية، وقال إنه مريض بالزهايمر وطالب عيلته بإنهاء الجدل ده وإعلان اعتزاله للتمثيل، وأكد إن المعلومة دي عرفها من صديق مقرب من عادل إمام كان معاه على طول. وطبعا المنتج عصام إمام ده أخو الزعيم خرج أكتر من مرة ونفى كل الكلام المثار عن صحة الزعيم، وقال إن اللي بيتكلم عن كده عاوز ترند مش أكتر، وإن الزعيم في أفضل حال. ومن ناحية تانية بقى خليني أقول لكم إن الباز قال إن الصديق اللي عرف منه المعلومة دي خرج ونفى وقال له إنه ما ينفعش غير إنه يتنفي. الزعيم من مواليد 1940، ويعتبر الزعيم هو الفنان الأشهر في تاريخ مصر والوطن العربي كله، حرفيا هو النجم الوحيد اللي تقدر تقول عليه عابر للأجيال، لأن الصغير والكبير في مختلف في المراحل العمرية، فهو تعرف بأدواره الكوميدية والأفلام السياسية والرومانسية وطبعا القضايا الاجتماعية. فالزعيم قدم أكتر من 126 فيلم و16 مسلسل وحوالي 11 مسرحية. مسلسل إذاعي مع عبد الحليم حافظ كان من ضمنهم شمس الزناتي، حرفوش ابن برقوق، الراكب دار، المتسول، الوزير في التجربة الدنماركية، واختتم بالزهايمر كانت نهاية المشوار مع السينما.